الو، انت فين؟ انا وصلت اللوكيشن. في اللوكيشن؟ يلا داخل عليك. بقول لك ايه، شكلي حلو كده؟ حلو، بس ليه؟ رايح اقابل واحده صاحبتي. يا عم الله يسهلك. بس انا عايز اسالك سؤال. ايه؟ انت بتجيب النسوان الحلوه دي منين؟ نسوان حلوه؟ همشي انا عشان ما اتاخرش. يا عم ماشي. يا بنتي تقريبا هو ده اللوكيشن، انت فين اصلا؟ انا وصلت في اللوكيشن. انت فين؟ هو انت شاك؟ انت مصطفى؟ انا مصطفى. بعدين انت ما قلتليش يعني انك عاجزة وقاعدة على كرسي. ما انا بصراحة خفت اقولك عشان ممكن ما ترضاش تيجي تقابلني. وجيت قابلتك وهمشي تاني. انت صورك بتقولي ان انت مش عاجزة خالص. وايه المشكلة لما ابقى عاجزة؟ هي حاجة بايدي؟ ولا بايدي انا كمان والله. احنا بقالنا شهرين بنتكلم. بقالنا شهرين. وقلتلي انك مش هتسيبني. وسبتك. اتأخرت عليك يا جميل. شهد يا حبيبتي. مالك؟ انا رحت قابلت واحد كنت بحبه بقالي شهرين وعيرني بعجزي. طب ايه دي؟ طب يا عبيطه، هو اللي خسرك مش انت اللي خسرتي. بعدين يا عم حد يلاقي الجمال ده ما قربش منه؟ والله العظيم يا بنتي لو انا مش اخوكي كنت زمان اتجوزتك. يا بنتي انت عمر، انت عبيطه. هي بس عمليه كده وهتقف على رجلك، والله هتكوني احسن واحده في الدنيا. خلاص بقى فك. حاضر. يلا تاكلي ايه؟ تعرف انا نفسي اكل ايه؟ ايه؟ جرين برجر وفابا بينز. يلا بينا. يلا هو ما اكلنيش. ند. يا فاطمة. يا روحي. ايه عم القمر ده؟ يا روحي انت لعينك حلو والله. فاطمة انا الصراحة مش عارف اخرجك النهاردة. ليه؟ في ايه؟ اخويا الصغير كده محتاج عملية وانا الصراحة مش معايا حق العملية. في حق ايه يا روحي؟ ما مش احنا واحد كل حاجة. بس خد ال 16 ده بيعه، خد فلوسه وروح اعمل العملية لاخوك. خلاص ماشي، انا هروح دلوقتي. انت بس روحي عشان انا، انت عارفه انا بخاف عليك. حبيبي اطلع انت وانا هبيع التليفون دوت وهاجي. اوكي يلا باي باي. بقول لك ايه، هو السكسين ده يعمل له كام دلوقتي؟ ما اعرفش. اشمعنى يا عم؟ تعرفش انت متضايق من ايه؟ من السكه اللي انت ماشي فيها يا مصطفى. حلوه قوي. اخويا الصغير بقى اللي هيقول لهم الصح واعمل الغلط. يا عم مش بقول لك الصح ولا غلط، بس بقول لك على اللي نمشي بالحلال. طب فين الحلال اللي احنا هنمشي فيه ده؟ هندور يا مصطفى، الحلال كسبان في الاخر يا اسطى وانت عارف. بقول لك ايه، ما تبقاش بجع. هو انت بتبقى حلو تقول لي هات لي هات لي هات لي؟ يا عم مصطفى انت هتذلني بفلوسك؟ وبعدين يا اسطى ما انت طول عمرك اخويا الكبير واتشرف بيك يا اسطى. بس انا بقول لك السكه الشمال اخرتها شمال وانت عارف بكده يا مصطفى. يعني انت خايف عليا وانا مش عايزك تخاف عليا. اروح ابيع التليفون ده. ايه بقى المفاجأة اللي انت عاملها لي؟ اقول لك عليها، انا كلمت واحد صاحبي معاه موبايل يوزد 16 برو ماكس اللي انت نفسك فيه. بتهزر؟ دقيقتين بالظبط وهيجي. انا وصلت يا فندم.